مرحبا، أنا عمر الملا من غرفة أخبار إيد جلوب فارنا بلغاريا. وباء السمنة المفرطة هو من بين أكبر المشكلات مواجهة في العالم اليوم، والسكر هو من العوامل الرئيسية المسببة لزيادة الوزن، غير أن الأطعمة الصحية المحضرة مع القليل من السكر والملح والدسم غالبا ما تكون أقل لذة، لأن هذه المكونات هي التي تجعل العديد من الأطعمة لا تقاوم. وجد علماء المركز الفرنسي المخصص لسلوك التغذية والتذوق في ديجون طريقة لخداع العقل البشري في إحساسه بالطعم الحلو للحلويات، بالإضافة إلى إحساسه أيضا بملوحة الطعام من دون زيادة كمية السكر والملح، حيث قاموا بإنجاز ذلك من خلال جهاز صمم في المنزل يراقب رائحة المركبات في الأطعمة ويسمح بعزل الجزيئات العطرية الطبيعية التي من الممكن أن تساهم في إقناع الدماغ أن بعض الأطعمة تحتوي على سكر ودسم وملح أكثر مما يحتويه بالفعل. ويعلق الباحث بأن التجارب المقدمة في المختبر أثبتت بأن محفزات الرائحة من الممكن أن تساهم في إنقاص الدسم، السكر والملح من الأطعمة الصحية وتجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين. أصبح العلماء متيقنين بأن اكتشافهم من الممكن أن يساعد الصناعات الغذائية أن تطور الأغذية الصحية دون التضحية بالنكهة الوفيرة للمنتج الأصلي. شكرا للمتابعة، للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا eatglobe.qa. إلى اللقاء.